السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي احوالكم تكون بخير وعلى خير، تكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الفيديو زوين بزاف، والموضوع مهم بزاف، تطلبوني عليه دائما. كتقولوا لي بزاف ديال البنات كيقولوا لي واحد الكميه هائله ديال لي ميساج اللي كيطلبوا مني، كيفاش يطولوا الشعر ويرطبوه. غادي نعطيكم واحد المكون ساهل ما غاديش تخسروا فيه حتى درهم، ولكن راه كيطول الشعر على ضمانتي انا، ونحلف لكم بالله بانه كيطول الشعر، يعني من زمان هما كيستعملوه. وكيفاش غادي تستعملوا هذاك المكون، اشنا هو، كلشي هادشي غادي نشرحه لكم في الفيديو. بقاو معايا، ما تمشيو فين، كملوا الفيديو حتى النهايه. ما تنساوش انكم تكثروا من اللايكات، ما تنساوش اللي يلاه جديد معايا كنرحب به، ما تنساوش انك دير اشتراك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. بالنسبه لهاد الوصفه اللي غنعطيكم البنات اليوم، ماشي كتملأ الفراغات، كترطب الزغبه وكتطولها بالزربه، يعني غادي يطول لك شعرك الا كان واقف، يعني محدود الطول ديالو ما كيتزادش بالزربه، غادي يطول وغيولي رطب، يعني غادي يولي ناعم. فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ يعني هي فيها جوج حوايج في حاجه واحده. انما البنات الا كانت شي وحده فيكم كتسنى الفيديو ديال ملء الفراغات، غادي نهضروا عليه هذاك بوحدو، لان هذه الوصفه اللي غنعطيكم اليوم غادي نوريكم واحد يعني عده اختيارات. لما عندكش هذه ديري هذه، ما عندكش هذه ديري هذه، كما مولفه معكم دائما. المهم يا البنات، بلا ما نطول عليكم، المكون ديالنا ديال اليوم هو هذا، ها هو جدر القصب. البنات حنا كنستعملوه الجدر ديال القصب، القصب اللي كيكون نايض بحال هكا في الفلاحه، كتجيبي الجدر ديالو بحال هكا. ولكن غادي تقولي لي انا جوا كيفاش انا غادي نحصل على الجدر ديال القصب وانايا في المدينه؟ غادي تمشي عند العشاب، حتى انا هذا كناخذو من عند العشاب، كتجيبيه وكتحرقيه حتى كيولي بحال الفخر. انا نفهمكم، غادي تشديه، يا اما غادي ديريه فوق الفحم الفخر يعني، يا اما غادي ديري غير فوق البوطه ديالك، البوطه غاز، غادي تشعليها، تكون يعني كانون كبير، وغادي نديرو فيها الجدر ديال القصب بحال هكا. غادي تبقاي كتحرقيه حتى كيولي يعني بحال الرماد. انا نوريكم، غادي ندير هاد العمليه قدامكم، لان بزاف ديال المرات كنشرح غير بالفم، كتقولوا لي لا راه يعني شفويا، كتقولوا لي لا كون عاد طبقتيها قدامنا باش نشوفوا يعني الدرجه ديال مثلا الطيوبيه ديال الحاجه او الغليان او لا بحال هكا. انا غادي نديرو معكم ان شاء الله على الفحم، بقاو معايا ما تمشيو فين. هانتوما البنات شوفوا، هو هذا، ها هو الفخر، يعني شاعل ديجا وفيه يعني بحال الجمر، هاه يعني ماشي شاعل العافيه، فيه يعني خصو يتحرق غير بشويه بحال هكا، اولا ديه المول الفران يحرقوا لك كاع فران الزنقه وهني راسك صافي. ها هو دابا غير غادي يتحرق، غادي يدير الدخان بزاف، يعني غادي تخليه هنايا في المجمر حتى ما يبقاش فيه الدخان. هذا هو السر باش غادي تعرفيه بانه صافي، يعني راه صالح للاستعمال. هادشي اللي غديري ما غيبقاش الدخان، اون فوا ما يبقاش الدخان صافي، غادي تبقاي كتحركيه كتقلبيه بحال هكايا بشي ملعقه خشبيه اولا هكايا بشي حاجه باش ما تحرقيش صافي، وخليه واحد الفتره بحال هكا. الغيا كيتحرق يعني ما كيتعطلش البنات. ها نتوما شوف، انا غير ما كنبغيش نخلي الفيديو يطول عليكم وصافي، ما راه يعني خدمه قدامكم كلشي، ما نحرق حتى شي مرحله، ولكن راه كلشي كنوريه لكم، ما غادي تحيدوا حتى شي حاجه. وهذا البنات راه بالتجربه، بالتجربه على ضمانتي انا، راه ماما كديروا لينا من زمان، وكما قالت هي قالت لك الام ديالها كانت كديرو، كتبقى كدير لهم جدر القصب بحال هكايا، الشعر تبارك الله ما كيوقفش من الطول، يعني غير كيطول، وفي نفس الوقت بحال الحرير، وما غاديش تخسري فيه حتى شي حاجه. بحال هذا دابا انا راه العطار كاع ما حسبوا لي حتى بجوج دراهم، يعني رخيص داكشي، وممكن الا انتيا في الباديه غادي تجيبيه بلا يعني بلا فلوس. فهمتوني، انا صورت معكم اليوم في الدروش، هانتوما شفتوا، هانتوما راه دغيا 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 كيتحرق البنات، غاديش ياخذ داك الوقت. ما بغيتيش ديريه في الفخر ولا في الفحم، غادي ديريه فوق البوطاكاز، غادي تحركيه عاد باش تبداي تخدمي به. وغادي نوريكم الطريقه كيفاش ملي غادي يتحرق يوصل للماكسيموم كيفاش خصو يكون، غادي نرجع معكم لان عملي الدخان. البنات نسيت ما قلت لكمش واحد الحاجه، هو ماشي غير تحطوه في الجمر وتخليه، راه ضروري خص الشعل العافيه بحال هكا البنات. ها انتم
ما عرفتش واش كتبان لكم ولا لا، ولكن بقيت صوتي عليه ولا جيبي شي حاجه شي رابوز ولا شي حاجه باش تمشي عليه باش تشعل العافيه بحال هكا، وهو خصو يولي رماد. علاش انا وليت قلت لكم شعلوا العافيه؟ خاصو يولي رماد يعني يتحرك بزاف. دابا راه خصني نصوت عليه هنا، صبروا معايا شي شويه يعني حتى يتحرق مزيان. انا ملي غادي يتحرق مزيان غادي نرجع معكم. هانتوما البنات بعد ما حرقته يعني وصل لهاد الدرجه اللي كيولي بحال يعني بحال الرماد، ها كتقيسوه كيولي كيتفرتت صافي بحال هكا. شنو غادي ديروا ليه البنات؟ غادي تشدوه غادي تدقوه في المهراس حتى يولي بودر يعني كيدقدق مزيان، او كتشدوه كديروه في الطحانه الكهربائيه او يعني المولينيكس كطحنوه مزيان حتى يولي غير غبره، كتشدوه كتخلطوه بزيت الزيتون. بالنسبه للبنات اللي يقولوا لي شحال مره نديروه، بقاو دهنوا بها زيت عادي، شقوا بها الشعر ديالكم مزيان وما تغسلوهش، ضروري ما تغسلوش شعركم غير خليوه فيه صافي، راه غادي تطول لكم الشعر وغادي ترطبوا ان شاء الله. بالنسبه للبنات اللي بغاو يزيدوا فيه الحرمل، هما اللي يكون عندهم الشعر رطب اصلا عاده باش يزيدوا فيه الحرمل كيقوي الشعر هو، ولكن ما طحنوه ما والو غير لوحوه في هذيك الزيت صافي. اما بالنسبه للجذر ديال القسم كيرطب وكيطول يعني حتى اللي عندها الشعر ديالها توقف من الطول، راه هذه هي الوصفه اللي مزيانه. بالنسبه للقوام ديالو كيفاش غادي يجي؟ غادي يجي بحال شي زيت عادي، يعني خاص تكثري فيه الزيت، يعني ديري فواحد القرعه ديري فواحد القنينه وسدي عليها وبقاي دهني بها باستمرار، يعني كل مره دهني منها حتى ان شاء الله تسالا وصوبي وحده اخرى، اولا الا كان طوال الشعر ديالك رطب مزيان صافي ما غاديش تحتاجي ان شاء الله انك تعاوديها. هذه راها وصفه مزيانه كما قلت لكم، خلاوها جدود ديالنا كلشي كانوا كيديروا هذا الشيء هذا غير بمواد طبيعيه باش كيخدموا رخيصه في المتناول ديال الجميع. كنتمنى ان الفيديو كان الاعجاب ديالكم، الوصفه تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله الخبر، غادي تعطيكم واحد النتائج هائله ومرضيه ان شاء الله باذن الله. بالنسبه اللي بغات تزيد واحد الحاجه تزيدها من غير الحرمل، ممكن تزيدوا الرقيق، قطران الرقيق قطيرات منه ديريها اللي كتقدر على الريحه ديالو اللي كتعجبها الريحه ديالو ديرها حتى هو راه مزيان. انا بالنسبه ليا هذا غادي نبقى نديرو ليا ولبنتي راه مزيان، يعني كانت اختي تدير كانت ماما كديرو لاختي شعرها تبارك الله بحال الحرير وكثير وزوين، يعني غير ديروها على حسابي انا يعني ما كنعطيكمش شي حاجه ما جربتهاش، نتوما عارفين هذا الشيء. هذه الوصفه ديال ماما، كنتمنى انكم تدعوا معها بالشفاء ان شاء الله وطول العمر. شكرا لكم بزاف 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 على تعليقاتكم على ميساجاتكم على اللايكات ديالكم، راه كيوصلوني وكيوصلوني للقلب مباشره. اللي عندها شي سؤال تخليه ليا ان شاء الله في الانستغرام او في التعليقات، غادي نحاول ما امكن انني نجاوب، واللي ما جاوبتش تعذرني لان كاين ضغط ديال الرسائل وضغط ديال الميساج، يعني باش نجاوب على كل شيء راه يعني كنلقى واحد المشقه كبيره، ولكن ماشي مشكل، عذابكم ان شاء الله يا ربي راحه. تهلاو ليا في راسكم، كنتمنى ان شاء الله انكم توصلوا هذا الفيديو لبزاف ديال اللايكات. تهلاو ليا في راسكم، الى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.